سأتكلم عن الموقف الذي يعتصر قلبي منه إلى الآن. هو آخر لقاء بيني وبين الشهيد الغسرة. بعد 4 أيام من تنفيذ العملية قرر الشهيد الغسرة أن نتفرق لأسباب أمنية، فودعنا بعض ومشينا إلى الباب لنخرج من المكان. عند وصولنا إلى الباب قام الشهيد رضا الغسرة بتوديعنا مرة أخرى، وكأنما يعلم الشهيد بأن هذا هو اللقاء الأخير. ليتني أعلم بأن هذا هو اللقاء الأخير. ليتني أعلم بأن الشخص الذي أمامي شهيدا بعد أيام، لأخذ من تراب قدميه الطاهر وأمسح وجهي بتراب قدميه. إلى الآن يعتصر قلبي عندما أتذكر نظرات الشهيد الأخيرة. أنا ودعت الشهيد رضا الغسرة وهو يبتسم في وجهي، ولا زال ألم الوداع في قلبي إلى الآن. فساعد الله قلب سيدتي ومولاتي زينب، وساعد الله قلوب أمهات الشهداء وأخوتهم.